هل البيت بقى لما طلعتي ام واب كان ظهرك هم السند بيشجعوكي ولا انت فرضتي عليهم نفسك؟ والله انا يعني عايزه اقول لك انه لا ما يعني ابويا وامي ما يعني ابويا ما كانش موجود لما يمكن لو كان موجود ما كنتش عارف اعمل كده تمثلي يعني في اتنين ما كنتش عارف اعمل كده لو كانوا موجودين اللي هما جدي وابويا ما كانوش هيوافقوا ابدا ما كنتش هقدر اتجرأ ان انا اقول لهم لا انا عايزه اعمل انا اتجرأت بس اقول قدام جدتي انه تيتا نفسي امثل وانا بدرس علشان امثل وقتها خدت ورقي من كليه التجاره وديته المعهد فكانت تقولي حد يسيب كليه التجاره ويروح معهد الرقاصين او لا رقاصين رقاصين ايه بس يا تيتا دي دراسه واربع سنين وبكالوريوس وبتاع لغايه ما اقتنعت كويس يعني انت مبسوطه دلوقتي وسعيده انه سلوى خطاب هي ظهر سلوى خطاب الحمد لله اللي هي شغلك واتقانك لعملك وموهبتك الحمد لله ما نفسكيش في ظهرنا يعني لو جالي ظهر هقول لا طبعا بس يعني مين وفين وايه احنا ظهرنا كله طبعا دايما ظهرنا ربنا.